السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص زوم علوم الطبيعة والحياة الثانية متوسط، وهذه اللي حتكون آخر حصة لي معكم، حتكون آخر حصة. معناتها ركزوا معايا من فضلكم أبنائي. ويا سيفو، ما كان لا تبدا تخربش لي بالقلم، وخرج لي اسمك يا سيفو. كي تكتبوا يا أخي يخرج القلم، يخرج معه الاسم ديالو. خلونا دوكا يا سيفو نخرجك من الحصة. سلام، كي كتبت لي سلام مش حال نخرجك من الحصة. أنا حنحي ديزاكتيفي لا نوتاسيون بور لي زوطر. فوالا، هكذا ما تقدرش تزيد تكتب لي. الو، شوفوا معايا الحصة تاع اليوم مش حنحلو فيها نماذج، لأن حلينا نماذج وكاين نماذج، حطيت لكم حتى في الفيسبوك، سجلت لكم عدة نماذج وحطيتها لكم ماشي في الفيسبوك، في اليوتيوب فيديوهات في العلوم. الآن رايحة نديروا مراجعة لأهم الأسئلة اللي ممكن تطيح لكم من التكاثر عند الحيوانات. نبداو نمشيو ونلحقنا لحقنا، يلا نبداو. التكاثر عند الحيوانات، استناو نحي هاد الخربشة تاع سيفو معكم، هاني نحيتها. ألوغ عندنا، شوفوا معايا باش تفهموا كيفاش داروا لنا البرنامج في العلوم. عندي غزو واحتلال الأوساط. غزو واحتلال الأوساط يكون من طرف الكائنات الحية. الكائنات الحية هذه ممكن تكون حيوانات وممكن تكون نباتات. الآن الهدف، معناتها السبب من غزو، مش الهدف ولكن السبب من غزو احتلال الأوساط، أنه الوسط اللي راه يعيش فيه هذا الحيوان أو هذا النبات صرا فيه اكتضاد. معناها يحوسوا، إذا قلنا صرا فيه اكتضاد معناتها صرا اللي فيه تكاثر. حيوان هذا كان فقط الذكر والأنثى، ولا دوكا عنده جيل جديد، معناتها عندي اكتضاد، نقص في الموارد الغذائية. معناها هذاك الوسط ما ولاش يلبي حاجيات ذلك الحيوان أو النبات، فيضطره إلى احتلال وسط جديد. مفهوم؟ ممكن يجيكم سؤال نشوف فيه بكثرة، يدور في الفيسبوك هذا السؤال، وبعد نحطه الجواب ديالو نحطه أيضا في الصفحة تاعي تاع الفيسبوك. يقولكم ما هي أشكال غزو الحيوانات، أو ما هي أشكال غزو النباتات. ربما يجيكم صياغة السؤال ماشي نمط، ما يقولكمش نمط، كيف تغزو الحيوانات أوساط جديدة وكيف تغزو وتحتل نباتات أوساط جديدة. هذاك نخلوها في الآخر كامل، لأنه شحال نهضوا الآن، هذه هي كيف نغزو شوية على الحيوانات. الحيوانات، في الحيوانات رايحين نشوفوا استراتيجية التكاثر. يجيكم سؤال يقول لك ما هي الاستراتيجية التي اتبعها هذا الحيوان من أجل أن يتكاثر. معناها عندكم استراتيجية التكاثر لازم تعرفوا شنو هي. استراتيجية التكاثر، ثم رايحين نشوفوا بعد منها نمط الإلقاح، ثم رايحين نشوفوا تاليا نمو الجنين، الوسط الذي ينمو فيه الجنين. بعد الإلقاح حيكون عندي جنين، مفهوم؟ إذا عندنا تكاثر يلزمني إلقاح، وبعد الإلقاح حيكون عندي جنين. هذاك الجنين أين ينمو؟ بكل بساطة يعني سهل، كاين تسلسل في العناصر، عندنا تسلسل. ثم عندنا نمو الجنين، نعم المفروض هذا واش عندنا. دوك نزيد نشوف دقيقة فقط. إذا عندنا استراتيجية التكاثر، بعد منها عندنا أنماط الإلقاح، بعد منها عندنا نعم الإلقاح بحد ذاته، ومن بعد عندنا نعم تطور الجنين، علاقة تطور الجنين بنمط الإلقاح. هذا واش عندنا. من بعد راح نجاوبوا على السؤال أنماط غزو الحيوانات. نعم هذا واش عندنا.
في كل مرة رايحة نبدل الصورة باش نوري لكم الشرح بالصور. نبدأ من هنا. نعم يلا، هذا هما العناصر اللي عندنا في التكاثر عند الحيوانات. ومن بعد رابعا باش نجاوبوا على هذاك السؤال، خلوني نديره لكم بلون مغاير، تبعوا معايا مليح. ومن بعد نعطيكم كي نكمل الشرح، نعطي لكم الميكروفون اللي ما فهمش واللي رايح يجوز على تكاثر الحيوانات. من فضلكم اللي مش حي اللي التكاثر عند الحيوانات ما يدخلش، ما يرفعش اليد الصفراء، مفهومه هذه؟ خلوا اللي حيطيح لهم هما اللي يطرحوا الاسئله تاعهم، اني ما نقدرش نجاوب على كل الاسئله، ما تكفينيش الحصه. روح ما تدوش حق غيركم، انتم خلاص جاوبت عليكم النهار كنت كانت رايحه تدخل في الاختبار. اذا اول فرد. اذا رابعا هنايا رايحين نجاوبوا على اشكال غزو اوساط جديده، اوساط جديده حنجاوبوا عليها هنا. يلا نبداو. دونك واش عندنا؟ عندنا استراتيجيه التكاثر. الحيوانات يعني تختلف على انواعها، عندي حيوانات تعيش في الماء، حيوانات تعيش في البر، حيوانات بيضه، حيوانات ولوده، حيوانات بيضه ولوده. معناها على الحاله راهي يعني راهي لازم نفهم كيفاش نقدر نفرق ما بين الاستراتيجيات. عندنا زوج استراتيجيات لا ثالث لهما. عندي استراتيجيه الاولى اللي هي استراتيجيه الكم، وعندي الاستراتيجيه الثانيه اللي هي استراتيجيه النوع. استراتيجيه الكم والنوع، كي نقول كميه كلمه نوع وكلمه كم ديجا راهي عندكم فكره. الكم معناتها كميات كبيره، كميات كبيرة، كميات كبيرة. ماذا يا أستاذة؟ التكاثر شحال يعطيني؟ يعطيني أنسال. إذا كميات كبيرة أو عدد كبير من الأنسال، من الأنسال. الآن إذا حبيت حتى يعني خلينا من التكاثر، أي حاجة اللي فيها كونتيتي بزاف هكذا أكيد أكيد مش حتكون عندها نوعية مليحة. كما نقولوا إحنا بالدرجة، اللي يعجبك رخصه ترمي نصه، معناتها النوعية تكون رديئة كي يكون فيها الكميات. مفهوم؟ لكن كي يعطوا لك مثلا حاجه واحده سنتقنها، ولا اثنين ولا ثلاثه نتقن فيها، ما تحت تكون فيها النوعيه، تكون فيها لا كاليتي. اذا لهنايا الاستراتيجيه الثانيه اسمها استراتيجيه النوع، معناها هنا عندي اعداد، عندي عدد قليل من الانسال، قليل من الانسال. واش نقصد بها يا استاذه كلمه النوع؟ كلمه النوع معناها سأرفق يعني هذه الاستراتيجية بماذا؟ بالرعاية. واش نقصد بها الرعاية يا أستاذة؟ كيفاش حنرعاها؟ كيفاش؟ معناها التغذية، معناها معناتها كي تجيكم وضعية إدماجية حول هذا، كي تلقاو تقولوا بلي هذا الحيوان يرضع صغاره، يحميه، يعلمه كيفية الطيران ربما، ولا كيفية أنه يصطاد، هذه كاع رعاية. معناها يوجد فيه كيفاش يقدر يواجه عالم الحيوانات المخيف، مفهوم؟ كيفاش يقدر يحمي نفسه من بعد، راهو يعلمه. معناتها ماشي جابوا ومن بعد لا، هنا الرعاية معناها عندي التغذية، عندي الحماية. لو كان يجيه حيوان يحب يفترسه راح يحميه، لو كان يموت هو هذاك الذكر أو الأنثى، مفهوم؟ تحمي صغارها، خاصة الأنثى تحمي صغارها لو كان هي تموت. هنا نسموها هذه على بها سمينا قلنا استراتيجية النوع، لا كاليتي، عندها نوعية كاليتي منيحة، الجودة إن صح القول، مفهوم؟ هذه استراتيجية النوع. بينما في استراتيجية الكم هذه عندها هي حطت 4000 بيضة، وفيها شكون ترعى وشكون تخلي؟ 4000 بيضة، وكان لي 5000، وكان لي 10000 بيضة. تخيلوا لو كان 10000 بيضة كلها يجيبوا لها صغار، شكون حترضع؟ شكون حتخلي؟ شكون حتغذي؟ شكون حتخلي؟ لا يمكن، مستحيل. إذا هذه الاستراتيجية هي أنها تضع البيوض، يجي الذكر يلقح البيوض ويخلوهم إلى مصيرهم المحتوم، هما وزهرهم. البيضة هي وزهرها، تقدر تعيش تقدر تموت، مفهوم؟ إذا هذه عدد كبير من بدون رعاية، مفهوم؟ معناها أنه الأنثى تضع البيوض،
يجي الذكر يلقح البيوض، ومن بعد هذوك البيوض يمدوا انسال، ما يمدوش افراد جديده، هذاك يعتمد على الحظ. مفهومه هذه؟ نكملوا مع استراتيجيه الكم، لانه هي اللي فيها شويه مشاكل، ماشي استراتيجيه النوع. استراتيجيه الكم عندنا ان صح القول عندنا النوعان فيها. عندنا استراتيجية الكم اللي هو أنه هذاك النوع من الحيوانات يجي دفعة واحدة يحط كل البيوض. إحنا لأننا نقيس على الحيوان على مدار العام، على مدار العام عنده موسم خاص به يتزاوج، معناها أنه يضع البيوض، تجي الأنثى تضع البيوض بكميات كبيرة دفعة واحدة تحطها، مفهوم؟ يجي الذكر يلقح هذوك البيوض، ومن بعد ما يزيدوش يتزوجوا حتى العام اللي بعد منه. هذه نسموها دفعه واحده، دفعه واحده، نكتبها لكم بالحروف احسن، دفعه واحده. وعندي استراتيجيه واحده اخرى في الكم، في الكم نسموها على دفعات، يعني ماشي دفعه واحده، على دفعات، على مراحل، على وتيرة. شوفوا انتم واش كتبتوا في الكراس تاعكم، هذه كلها صحيحه، لكن دائما انا ننصحكم دائما في العلوم ملي بديت نقريكم ونقول لكم العلوم تبعوا واش كاتبين في الكراس، كاين اختلاف كبير بين الاساتذه، هذا واش يقلقني في هذا المدى، على دفعات او على وتيره منتظمه. هنا واش معناها يا استاذه على دفعات؟ معناها في السنه الواحده، هذه اللي بزاف اساتذه ما يتبحتوش فيها، ويبداو يخلطوا ويبداو يقولوا القطه على دفعات والكلب على دفعات، وهذا راهو خطا، راهو خطا. عندنا هنا الارنب، ما حوسش على حيوان اخر باش نكون صريحه معكم، عندنا الارنب، الارنب هذا فتره الحمل قصيره وعدد الامثال كبيره مقارنه بالثدييات، ماشي مقارنة بالأسماك. الأسماك دفعة واحدة، ما نقدرش نقارنها مع الأسماك، نقارنها مع الحيوانات التي تنتمي معها في نفس الصف اللي هو صف الثدييات. الناس اللي قراوا تصنيف الحيوانات على بالهم شاني نهضر. إذا أقارن الأرنب مع البقرة مثلا في زوج ثدييات، الأرنب يجيب حتى 10 خراشف ولا شو يسموه لي بوتي تاوعو الصغار ديالو، وكل مرة ما يلحق حتى 6 مرات 7 مرات في العام، في العام يقدر يلحق في العام الأرنب إلى 70 صغير في العام، بينما البقرة زوج في العام. لهذا الأرنب حطيناه مع استراتيجية الكم، مفهوم؟ كذلك كنا نحكموا القطة، ولا صح القطة يعني تضع بزاف، لكن تضع 4 ربما 5 ربما 6، لكن ماشي 10 مرات في العام. القطة عندها موسم واحد، مفهوم؟ الكلب أيضا أو الكلبة عندها موسم واحد في 6 أشهر، بعد 6 أشهر يعني بين 6 شهور وست شهور باش تقدر الكلبة تكون قادرة أنها تلقح، مفهوم؟ معناها ما همش كيما الأرنب ويجيبوا زوج 3 4، لكن الأرنب حتى 10 ربما أكثر، و7 مرات 8 مرات وربما في العام. لهذا نقول عن الأرنب أنه عنده استراتيجية الكم، والكلبة والقطة ما عندهمش استراتيجية الكم. بعض الأساتذة سامحهم الله حطوها أنها استراتيجية الكم، مفهوم؟ جميل. والأرنب أيضا لا يدافع على صغاره، يعني لا يقوم برعايتها كما ترعى الكلبة والقطة والحيوانات الأخرى. ترعاها صحيح، ترضعها إلى غير ذلك، لكن لا ترعاها بتلك النوعية اللي موجودة هنا في استراتيجية النوع. مفهومة هنا يا حد الآن؟ يلا نحل لكم الشات، نسيت ما نحيت لكم الشات، لكم صبتوا رايكم 98 رسالة. مفهومة لحد الآن؟ جميل جدا، جميل جدا. يلا اللي عندهم القطط في البيت واللي عندهم الكلاب في البيت يعرفوا هذا الكلام جيدا، مفهوم؟ يلا نحيد لكم الشات، والله غير صبتوا رايكم، ايه اكو دايرينها قصره وانتم عندكم اختبارات. يلا نكمل. نعم انت اكبر مثال يا انيا.
يا عماد انتبه، مفهومة هذه؟ خلاص كملنا استراتيجية التكاثر. كيفاش يقدر يجينا السؤال يا أستاذة، يجيكم حيوانات ويقول لكم اذكر استراتيجية التكاثر لهذا الحيوان، مفهوم؟ على جنب نقول لكم كاين حاجة واحدة أخرى ما ذكرناهاش هنا، واللي هي نمط التكاثر. عندنا استراتيجية التكاثر وعندنا نمط التكاثر. نمط التكاثر دوك نجي ليها. استراتيجية التكاثر هذه هي كيفاش يقدر يجيكم سؤال، يقدر يجيكم سؤال في وضعية إدماجية يقول لكم كان واحد وضعية إدماجية راهي بكثرة حول السلحفات، ويقول لكم السلحفات تجيب مسافات طويلة وتجي إلى الشاطئ وتضع بيوضها ثم ترحل. يقول لك ما هي استراتيجية التكاثر عند هذه السلحفات؟ تقولوا إنها استراتيجية الكم. ما هو نمط التكاثر عند هذه السلحفات؟ نمط التكاثر راح يكون إما بيوض إما ولود. هذا هو النمط، ولود عند الحيوانات الولودة وبيوض عند الحيوانات البيوضة، سهلة، بيوض. هذا هو النمط، رغم أنه القليل قليل من الأساتذة يقولوا أن الاستراتيجية هي نمط التكاثر. إذا جاكم سؤال حول الاستراتيجية والنمط اعرفوا باللي يعني الإجابة هي مختلفة. الاستراتيجية هي الكم والنوع، بينما كي تقولوا الكم ما تسكتوش، تقولوا استراتيجية التكاثر عند السلحفات الكم ونسكت ينقصوا لكم. استراتيجية التكاثر عند السلحفات هي الكم، وتكتبوا وضع عدد كبير من الأمثال بدون رعاية. كملوا الإجابة تاعكم، حسيت عندكم بخل في وضع الإجابة رغم أنكم تعرفوها. انت على فهمتها وخليتها في يعني باش تخليها في مخك، حطها فوق الورقه، انا ما مسحقهاش في مخك فقط، مسحقها في مخك تفهمها ومسحق تحطها لي فوق الورقه، مفهوم؟ ما تخلوهاش في مخكم، واش ديروا بها؟ تخلوها غير في مخكم، حطوها فوق الورقه هكا تدوا عليها علامه، مفهوم؟ استراتيجيه النوع ونسكت، لا لا، استراتيجيه النوع ونكتب، تحبوا تحطوها بين قوسين عدد قليل من الامثال مرفقه بالرعايه، مفهوم؟ كي نقول الرعايه هي التغذيه، هي الحمايه، هي الى اخره. هذا هي. وكي يقول لكم ما هو، ربما يجيكم جدول، هذا هو السؤال كيفاش يجيكم. ربما يعطوكم حيوانان، يعطوكم حيوانين، حيوان عنده استراتيجيه الكم وحيوان عنده استراتيجيه في الوضعيه اقول استراتيجيه النوع، ويقول لكم ما هو الفرق بينهما، تقولوا هذا عنده اعداد كبيره من الانسان، هذا عنده اعداد قليله من الانسان، هذا يعني لا يرعى صغاره، هذا يرعى صغاره يحميها يغذيها، وتتبعوا طبعا تتبعوا الوثائق اللي عطاوها لكم. وسط نمط التكاثر ولود بيوض، نمط الالقاح الان، نمط الالقاح. وش معناها نمط الالقاح يا استاذه؟ معناها انا كلمه القاح ما هي؟ الالقاح هو اتحاد خليه ذكريه مع خليه انثويه. الالقاح معناها اتحاد مشيج ذكري مع مشيج انثوي. الالقاح هو اتحاد عروس ذكري مع عروس انثوي، كامل كيف كيف، نقول خليه ذكريه ولا نقول مشيج ولا نقول عروس، نفس الشيء، مفهوم؟ هي المرادفات، هي المرادفات. وانتم تعريف الالقاح حفظوه كيما عطاه لكم الاستاذ، كان الاساتذه يحبوا واش مدوا لكم سياسه رجع لي سرعتي، معناتها واش عطى لك تعريف الالقاح لازم تكتبه له فوق ورقه الاختبار. وانا ضد انا هذا الامر، لانه علوم يقدر التلميذ يبحث يلقى معلومه اضافيه يزيدها لي في الورقه تاعي، هذه يسموه الابداع، وراهي عندها علامه تاعها، المفروض عندها علامه خاصه هذه في ورقه الاختبار في الوضعيات الادماجيه. الابداع معناها نعطي لك المعلومه وانا كنت بحثت ولقيت معلومه اضافيه زدتها لك. الاستاذ يبحث يلقى صح هذيك المعلومه اللي حطها له التلميذ على ورقه صحيحه، تعطي له علامه الابداع. المفروض هذه راهي موجوده، مفهوم؟ انه حنايا نكونوا تلاميذ دي سيونتيفيك علميين، معناتها عندهم دقة الملاحظة، يعرف كيفاش يربط ما بين المعلومات، يعرف يفسر، يعرف يستنتج، مفهوم؟ جميل. نمط الإلقاح الآن وش معناها؟ بما أنه قلت لكم اتحاد عروس ذكري مع عروس أنثوي، الآن إذا كان هذا الاتحاد داخل جسم الأنثى نقول عنه أنه نمط الإلقاح داخلي، نقول عليه إلقاح داخلي. إذا كان هذا الاتحاد بين العروس
والنسيج الذكري والنسيج الأنثوي خارج جسم الأنثى نقول عنه إلقاح خارجي بكل بساطة. واش معناها يا أستاذة؟ معناتها عندكم زوج أنماط، نمط إلقاح داخلي. واش معناها داخلي؟ معناها داخل المناسل الأنثوية، داخل عفوا داخل المجاري التناسلية، المناسل لا لا المناسل اللي تخدم لي العروس الأنثوي. إذا داخل المجاري التناسلية. وش معناتها خارجي يا أستاذة؟ خارجي معناها خارج المجاري التناسلية. فهمينا يا أستاذة وش تقصدي بهذا الكلام؟ نقصد أنه جهاز التكاثر عند الحيوانات عموما عند يتكون من جزئين، جزء اللي نسموه يعني لا إن صح القول بين قوسين ماشي كلمة علمية، لوزين، مصنع، مصنع الأعراس اللي هي المناسل. المناسل هو مصنع الأعراس، هو اللي يخدمني النطاف والبويضات، مصنع الأعراس أو الأمشاج أو الخلايا التكاثرية سموها كما حبيتوا، مصنع الأعراس. مفهوم؟ هذا الجزء الأول، عند الذكر نسموها الخصيتين وعند الأنثى نسموهم المبيضين. مفهوم؟ هذا المناسل، هذوك نسموهم المناسل. وعندي الجزء الثاني نسموهم المجاري التناسلية، المجاري التناسلية. المجاري التناسلية هي هذوك القنوات منين يمشي وتمشي البويضة ومين تمشي النطفة. من بين المجاري التناسلية عند المرأة عندنا الرحم مثلا، الرحم هو الفراغ تمشي فيه البويضة. مفهوم؟ عندنا مثلا عند الإنسان عندنا واحد القناة اسمها قناة فالوب اللي في بداية حياة يتم الإلقاح، يعني وين تمشي البويضة. مفهوم؟ نسموها المجاري الكولوار، معناتها ممرات، كأنها ممرات فراغات نسموها مجاري تجري فيها هذا الخلية التناسلية. إذا هذا المجاري التناسلية على مستواها يتم الإلقاح ويتم تطور الجنين عند الحيوانات الوالودة. مفهوم؟ وعند الحيوانات البيوضة على مستواها هنايا هذا يخص الحيوانات الوالودة. أما الحيوانات البيوضة فعلى مستواها يتم الإلقاح فقط، تطور الجنين يكون داخل البيضة خارج هذه المجاري التناسلية. هنا نعاود نشرح لكم على جنب هنا. إذا قلنا أنه عندنا نمطين في الإلقاح داخلي، إذا تم هذا الاتحاد ما بين النطفة والبويضة داخل المجاري التناسلية، إذا تم الإلقاح داخل المجاري التناسلية نقول عن نمط الإلقاح داخلي، وإذا تم خارج المجاري التناسلية نقول عن هذا الإلقاح أنه خارجي. ودوك نعطيكم أمثلة. إذن هنا يكون إلقاح خارجي، معناها أنه الأنثى تجي تحط البيوض تاعها، وهي كثرتها أصل الحيوانات ماشي كثرتها، كلها عبارة عن حيوانات تعيش داخل الماء. عندنا إلقاح داخلي حيوانات تعيش داخل الماء، نهضر لكم على ما عنديش إلقاح خارجي الحيوانات اللي تعيش في البر. الحيوانات البرية الإلقاح تاعها داخلي، معناها كي يجيكم حيوان ما عرفتوش هل إلقاح تاعو داخلي أو خارجي، اطرحوا على نفسكم هذا السؤال، هل هو حيوان بري أم مائي؟ إذا كان حيوان بري 100% الإلقاح تاعو يكون داخلي. إذا كان حيوان يعيش في الماء فيه وعليه، فيه إلقاح داخلي وفيه إلقاح خارجي، لكن أغلبها إلقاح خارجي أغلبها. معناها تجي الأنثى تحط البيوض ديالها، يجي الذكر يحط النطاف فوق هذه البيوض ويلقحها. مفهوم؟ هذا إلقاح خارجي جا داخل في يعني في الماء خارج المجاري التناسلية. مفهومة هذه؟ نكمل، مفهومة لحد الآن؟ لا أدري يا إسراء، ما على باليش على قداش نكملوا الدرس، نكملوا المفروض نكملوا على 1:30.
المفروض على 1:30. إذا خلاص أسرع الإلقاح، عندنا قلت لكم نوعان من الإلقاح داخلي وخارجي. الآن خلاص أسرع الإلقاح معناتها عندي بويضة أو بيضة ملقحة، هذه البيضة الملقحة تنقسم وتعطيني جنين. الآن هذاك الجنين سينمو ليعطيني فرد جديد، مفهوم؟ إذا الآن هذاك الجنين وين راح البيضة بويضة هذيك تنقسم وتعطيني جنين باش يعطيني فرد جديد؟ أين تتم هذه العملية؟ الجنين هذا أين ينمو؟ شوفوا معايا، إذا كان الإلقاح خارجي، إذا كتبتوا إلقاح خارجي معناها 100% نمو الجنين خارج المجاري التناسلية. كيفاه الإلقاح يكون في الماء وبعد الجنين يعاود يدخل داخل جسم الأنثى ولا كيف؟ مستحيل، مستحيل يعاود يدخل باش ينمو داخل الجسم ديالها. إذا هنا إلقاح خارجي، نمو الجنين خارج، نمو الجنين أيضا يكون خارج المجاري التناسلية، مفهوم؟ خلوني نحي هذا، الآن إذا كان الإلقاح داخل المجاري التناسلية، هنا فيها أمران، فيها أمرين، استناو نحو هنا النمو نديرو على جنب باش تشوفوا بلي كلها يعني مرتبطة، دروس مرتبطة ببعضها البعض. نديرو هكذا على جنب، هنا ندخلنا في نمو الجنين، هنا هكذا دخلنا في نمو الجنين. إذا نمو الجنين هذا راح يكون، إذا كان لا قلتوا في الجدول تاعكم، ربما يعطوكم جدول، يعطوكم اسم الحيوان، يعطوكم الاستراتيجية هنا، يعطوكم النمط، ثم يعطوكم هنايا نمط الإلقاح، نمط التكاثر، نمط الإلقاح، ومن بعد يقول لكم تطور الجنين. يعطوكم هكا جدول، يقول لكم هنا استراتيجية، تقولوا كم نوع، ومن بعد يقول لكم نمط التكاثر، نمط التكاثر تقولوا بيوض ولود، ومن بعد يجيكم لهنايا نمط الإلقاح، نمط الإلقاح تقولوا داخلي مثلا، إذا قلتوا داخلي نسبقوا في خارجي، إذا قلتوا خارجي ما عندكمش حل آخر غير تقولوا هنا خارجي، هنا لازم تقولوا خارجي اللي هو نمو الجنين أو تطور الجنين. الجنين هنا إذا قلتوا في نمط الإلقاح خارجي يتبعه خارجي 100%، ما كانش إجابة أخرى، تقولوا داخلي خطأ. لكن إذا قلت هنا داخلي، هنا تحتمل الإجابة اللي بعد منها اللي هو نمو الجنين، إما راح يكون النمو داخلي عند الحيوانات الولودة ويكون خارجي عند الحيوانات البيوضة. معناتها أنتم شوفوا الحيوان تاعكم، لا قال لكم طير، لا قال لكم طير مثلا، كاش طير هكذا مثلا يقول لكم، مثلا نقول لكم الكناري مثلا ولا ما يهمش. الاستراتيجية هي النوع، نمط التكاثر بيوض، طيور بيوضة، بيوض، نمط الإلقاح داخلي، نمو الجنين يكون خارجي لأنه بيوض، إذا قلت هنا بيوض هنا قولوا خارجي، مفهوم؟ وإذا قلت هنا في التكاثر ولود هنا قولوا داخلي. هذا وش معناتها؟ إذن داخلي خارجي في النمو مرتبط بكون الحيوان تاعكم بيوض ولا ولود، وخارجي هنا كون النمط يكون خارجي، مفهوم؟ إذا قلت نمط الإلقاح خارجي، النمو تاع الجنين يكون خارجي، وإذا قلت نمط التكاثر ولود هنا قولوا خارجي، وإذا قلت نمط التكاثر بيوض قولوا خارجي. داكوغ، عند الحيوانات اللي تعيش في الوسط البري، مفهوم؟ لأنه السمك هنايا، السمك بيوض، نمط الإلقاح خارجي، نمو الجنين خارجي. وين عندي بيوض؟ عندي نمو الجنين خارجي. وهنا عندنا السمك، لو كان يقول لكم الوسط العيش قولوا مائي، لكن مش كيش يطلبوا منكم وسط العيش. لحد الآن مفهومة؟ مفهوم نمط الإلقاح؟ مفهوم تلاميذ؟ أكو تفهموا شنو نقول؟ إيمان جيد، يلا أمين، قال لي عاودي دوك نعاود لك.
شوفوا معايا، نعاود نحذف الجدول ونشرحه لكم، ومن بعد فكروا ينزل لكم أشكال غزو ونتهناو من هذا الدرس. شوفوا معايا، ندير جدول. جدول هدايا واش المفروض يجيكم فيه؟ إذا جاكم هذا الدرس على شكل تمرين، راح يجي عندكم هنايا الحيوان، يجيكم من لهنايا الاستراتيجية، استراتيجية التكاثر، يجيكم استراتيجية التكاثر، ومن بعد يجيكم لهنايا نمط التكاثر، ومن بعد يجيكم لهنايا نمط الإلقاح، ومن بعد يجيكم لهنايا مكان تطور الجنين. هادو هما الأسئلة اللي ممكن أطيح لكم. إذا يجيكم حيوان، وليكن هذا الحيوان سمكة، سمكة التونة مثلا، يقول لكم التونة، التونة هي سمكة. استراتيجية تاعها، قلنا الأسماك الاستراتيجية تاعها هي الكم، وانتم كي تقولوا الكم ما تقولوش كم وتسكتوا، قولوا الكم وقولوا إنتاج أنسال، ولا وضع أنسال، نقول أنتج أحسن، إنتاج أحسن، أنسال كثيرة دون رعاية، دون رعاية، ندير هذه بين قوسين. نمط التكاثر، بما أنها سمكة نمط التكاثر تاعها بيوضة. شوفوا معايا كي تكتبوا هنا بيوضة، إذا كتبتوا في نمط التكاثر بيوضة، البيوض. الآن نمط الإلقاح، نشوف نشوف الحيوان تاعي، إذا قلت أنه بيوض، شوفوا معايا مني، ركزوا معايا، إذا قلت بيوض والاستراتيجية تاعو الكم، لأنه عندي مثلا كنقولوا الكناري مثلا، سمكة سمكة طير الكناري، هنا عندي النوع، وضع عدد قليل، وضع هنا عدد قليل من الأنسال مع الرعاية، مع الرعاية. شوفوا معايا هنا كنحط الكناري، نكتب هنا بيوض أيضا، زاوش هو عصفور، بيوض. إذا إذا قلت بيوض زائد الكم، بيوض زائد الكم، نمط الإلقاح خارجي. إذا قلت بيوض زائد النوع، الإلقاح داخلي، الإلقاح داخلي، مفهوم؟ الإلقاح يكون داخلي. مكان تطور الجنين، الآن في زوج بيوض، في زوج خارجي. بون، خارجي واش معناتها؟ انتم ما تكتبوش خارجي داخلي، اكتبوا خارج المجاري التناسلية، داخل المجاري التناسلية. انا برك باش يكفيني المكان، انتبهوا انتم تكتبوا هذه الجملة، خارج المجاري التناسلية، داخل المجاري التناسلية، مفهوم؟ غير ولا هما مدوا لكم كلمات داخلي خارجي توضعوها، لكن إذا طلبوا منكم أنتم تكتبوا الإجابة، قولوا خارج المجاري التناسلية، داخل المجاري التناسلية، مفهومة هادية؟ هذا واش حبيت نقصد. نزيد لكم مثال آخر، إذا طلبوا لكم حيوان مثلا البقرة، مثلا البقرة، البقرة استراتيجية هي تذيات، التذيات كلها نوع، استراتيجية التكاثر هي النوع، وندير بين قوسين أنسال قليلة من عدد قليل من الأنسال مع الرعاية، مع الرعاية، عدد نكتبه عدد قليل من الأنسال مع الرعاية. إذا كتبت هنا النوع، إذا كتبت هنا النوع وزدت كتبت لهنا، شوفوا معايا نمط التكاثر، بما أنها تبييت، نمط التكاثر داخلي، التبييت كلها النمط التكاثر تاعها داخلي، حتى تلك التي تعيش في الماء مثل الدلفين، الدلفين نزيده لكم هنايا، الدلفين استراتيجية النوع. تقول يا أستاذة كيفاش استراتيجية النوع؟ نعم، الدلفين يرضع صغاره كما كل التذيات، عنده حلمات وعنده الحليب، الحليب ديالو ماشي سائل كما تاع الحيوانات التي تعيش في الماء، لانه راهو عايش في الماء، يقدر هذاك الحليب يروح، معناها انه الحليب ديالو يكون شغل معجون، يكون كثيف،
خاطر، مفهوم؟ ويرضع صغاره مثله مثل كل الحيوانات الثديه. اذا عندنا الدلفين استراتيجيه النوع، نمط التكاثر تاعو داخلي لانه هو من الثدييات، لانه هو ولود، هذا ولود وهذا ولود. الحيوانات الولوده كلها، كل الحيوانات الولوده كلها نمط الالقاح تاعها داخلي، نمط الالقاح تاعها داخلي، مكان تطور الجنين داخلي، هذه كلها. اذا كتبتوا كلمه ولود انتم مضطرين ان تقولوا نمط التكاثر داخلي، ومضطرين ان تقولوا مكان تطور الجنين خارجي اذا قلتوا ولود. عفوا، داخلي داخلي داخلي. اذا قلت ولود، تبعوني، لا قلت ان الحيوان تاعكم هذاك هو ولود، اذا مضطرين تقولوا داخلي في نمط التكاثر، وداخلي هنا في، داخلي هنا في مكان تطور الجنين، مضطرين في الحيوانات الولوده. معناها انتم اذا ما عرفتوش الحيوان شوفوا هل هو ولود ولا بيوض. اغلب الحيوانات تعرفوها الا هي ولوده الا بيوضه، الا لقيتوها ولوده او تحل المشكل. استراتيجيه التكاثر النوع، التكاثر داخلي، ومكان التطور الجنين داخلي، هنا في الحيوانات الولوده. نروح للحيوانات البيوضه. في الحيوانات البيوضه عندي وعندي، عندي وعندي. اذا كان حيوان بيوض ويعيش في الماء، خارجي خارجي. الحيوانات اللي تعيش في الماء نمط الالقاح تاعها خارجي، ونمط تكون الجنين خارجي. اذا قلت خارجي في نمط الالقاح، البيضه الملقحه مش حتعاود تدخل داخل الجسم الانثى باش يطور الجنين. الا فات وتلقح، الا فات وتلقح هذاك البويضه تلقحت خارج جسم الانثى، حيكمل خلاص يكمل التطور تاعو خارج جسم الانثى. معناتها اذا قلت انه الالقاح خارجي، مكان تطور الجنين حيبقى خارجي. لكن اذا قلت انه نمط الالقاح داخلي، هنا اذا كان الحيوان تاعي بيوض، هاهي قلنا اذا كان بيوض البيضه ستخرج من جسم الانثى، وتطور تطور الجنين يكون خارجي، تحضنه، معناتها تحطه في العش ديالها، يعني تقعد فوق منه، توفر له الحراره اللازمه باش يتطور، مفهوم؟ معناها انه تكون الجنين خارجي، هذا عند الحيوانات البيوضه حتى ولو كان النمط الالقاح تاعها داخلي، مفهوم؟ لكن الولوده، الولوده نمط الالقاح تاعها داخلي مثلها مثل البيوضه، البيوضه ايضا، لكن بما انها ولوده يبقى الجنين داخل جسم الانثى ويتطور داخل جسم الانثى، وكيكون جاهز انه يخرج من الجسم تاع الانثى كي تولد الانثى. هنا عندنا اذا المكان تاعها، مكان تطور هذاك الجنين خارجي. معناها بيوض، كيكون عندكم حيوان بيوض الا حبيتوا تعتمدوا على هذه الاستراتيجيه، إذا كان عندنا الولود وبيوض، ولود البيوض، الولودة نسبقوا في الولودة، الحيوان إذا شفتوه أنه ولود معناها الاستراتيجية تاعو نوع، معناها أنه مكان الإلقاح داخلي، ومعناها أن تكون الجنين داخلي، مفهوم؟ ولودة معناتها ترضع، معناتها ترضع صغارها، معناتها الثدييات، الحيوانات الولودة معناتها الثدييات، معناتها ترضع صغارها، إذا استراتيجية النوع. إذا الإلقاح داخلي، وإذا كان الإلقاح داخلي وولودة، إذا بما أنها ولودة معناتها الجنين داخل كرشها، إذا وين تكون الجنين؟ داخلي، داخلي. مفهوم في الولود؟ هذا واش عندكم في الولد. إذا كان عندكم حيوان تاعكم بيوض، هنا عندكم حالتين. البيوض اللي يكون عنده، هما يعني اللي يكون عنده استراتيجية الكم، وعندك البيوض اللي عنده استراتيجية النوع. البيوض مثل الأسماك، هنا مثلا الأسماك، الأسماك، وهنا مثلا الطيور، مثال، خدينا مثال من كل استراتيجية. إذا كان هذاك الحيوان تاعكم بيوض، راح يكون استراتيجية تاعه إما كم إما نوع، ماشي كما الولودة، الولودة كلها نوع باستثناء بعض الولوده مثل الارنب، مفهوم؟ الارنب هذاك استراتيجيه تاعها الكم، هنا حاله خاصه، بعض الحالات الخاصه، نزيدوها هنايا، بعض الحالات الخاصه
المفروض الاستاذ تاعكم يعطيكم حيوان درستوه في القسم، ما يعطيكمش حيوان ما تعرفوش مين بالشكل تاعو كيفاش داير، ويقول لكم هذا الحيوان استراتيجيه النوع ولا الكم. بعض الاحيان يعطوني انا تلميذ يقول الاستاذه نشوف في واحد اللايف قال لي السلطعون، وانا والله التكوين تاعي باللغه الفرنسيه ما عرفش السلطعون هذا وشنو هو، حتى دخلت الترجمه للغه الفرنسيه بعرفت بلي سي لو كراب السلطعون، قالوا لي كيما تاع سبونج بوب وشنو هو نمط التنفس تاعو، ومن بعد باش عرفت انه سي لو كراب، ومن بعد عرفت انه التنفس شنو هي طريقه التنفس ديالو نمط التنفس ديالو، مفهوم؟ اذا لازم يمد لكم الاستاذ حيوان تكونوا تعرفوه، ما يعطيكمش حيوان وانتم ما على بالكمش مين الشكل تاعو كيفاش داير، مفهوم؟ بعض الحالات الخاصه مثل الارنب، الارنب هذا ولود لكن هنا الاستراتيجيه، هنا الارنب حيدي نفس المعلومات لكن فقط هنايا استراتيجيه الكم، استراتيجيه تاعو فقط الكم، هذه راهي حاله خاصه، ودائما عندنا لكل قاعده استثناءات. نعاودوا نولوا للبيوضه تاعنا، البيوضه كي يكون عندكم حيوان بيوض وعرفتوه انه بيوض راح يكون الاستراتيجيه تاعو اما الكم اما النوع. الكم مثل الاسماك، بما انها الكم اذا الالقاح تاعها القاح خارجي تطور الجنين خارجي، وإذا كان النوع، إذا كانت استراتيجية النوع إلقاح داخلي وتطور الجنين خارجي، وش نستفاد من هذا المخطط؟ أن الحيوانات البيوضة تطور الجنين تاعها دائما يكون خارجي إلا عند واحد النوع من، دائما نديروا هنايا الحالات الخاصه من الثعابين، الثعابين بعض الثعابين تكون بيوضه، البعض الاخر تكون ولوده، يعني اكتشفوها بعض الانواع شويه انواع ماشي كلها، يعني ممكن انه حتى نقولوا انه الشاذ لا يقاس عليه، بعض الانواع عندي الاف الانواع من الثعابين، الاف الانواع من الثعابين اغلبها بيوضه، اغلبها بيوضة أغلبها، لكن لقاو غيسامون يعني مؤخرا لقاو بعض الثعابين الولودة، ولودة يعني داخل رحم والجنين يتغذى من دم الأنثى، من مغذيات الأنثى، من المشيمة باللغة العربية الفصحى داخل جسم الإنسان، الثعبان داخل الثعبان، إذا ولود عادي كأنه إنسان ولود، وبعض الثعابين الاخرى بيوضه ولوده. واش معناتها بيوضه ولوده يا استاذه؟ ما كنتش حابه نذكر هذا لكن لقيت انه في الفيسبوك وفي في اليوتيوب الكل يهدر على الثعبان، قلت نحطه مع انه المفروض انه الشاذ لا يقاس عليه، لكن معليش نحطه. واش معناتها بيوضه ولوده؟ هذه اسمها ولوده كاذبه. واش معناها؟ معناتها الثعبان ديالكم، هاوليك الثعبان، هاوليك الثعبان تاعكم، هذا لسان هو اتونسيون، هاو الثعبان تاعكم البيضة ديالو حتبقى داخل الجسم ديالو، هو بيوض معناتها عنده بيضة فيها ثعبان صغير لداخل، هاو لك ثعبان صغير يبقى داخل هذه البيضة، تبقى داخل الجسم الأنثى، معناتها راهو يتغذى من البيضة، ما راهوش يتغذى من مغذيات جسم الثعبان الأنثى، مفهوم؟ إذا هنايا يتغذى يتكون من مغذيات البيضة، إذا هو بيوض. بما أنه صغير تاعو يتكون داخل البيضة إذا هو بيوض، لكن راح يبقى داخل الجسم تاعو حتى يتشقق كامل هكذا ويخرج ثعبان هذاك، يخرج ثم تتفكك هذيك البيضة لداخل، من بعد هذاك يولد وكأنه ولود ويخرج لنا ثعبان جديد، ثعبان جديد نديرو منه عينو من هنايا. اذا بما انه كان داخل بيضه قلنا عليه بيوض، وبما انه خرج ماشي على شكل بيضه، خرج من جسم الانثى ليس على شكل بيضه ولكن على شكل فرد جديد، اذا ولود، سموها ولاده كاذبه هذه.
والود بيوض والود، هذا هو الثعبان الوالود البيوض، مفهوم؟ بينما الثعبان الوالود من البدايه كان ثعبان، ما كانش داخل بيضه، وكانت الانثى تغذيه من مغذيه تاعها، كي تاكل تبكلو، مفهومه هذه؟ هذاك والود، وهذيك انواع قليله جدا، لكن اغلبها تضع الانثى بيضه تحضنها هذيك البيضه، وبعد تخرج لنا فرد جديد. هاني شرحتها لكم بالتفصيل 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 بالرسم يعني. مفهوم هذه؟ هذا واش عندنا الان. نروحوا الى استراتيجيه سامحوني دقيقه يلا الان نروحوا الى طرق واشكال غزو الاوساط. يجيكم هذا السؤال يقول لكم كيف مثلا في وضعيه ادماجيه، السؤال الاول يقول لك وشنو هي الاستراتيجيه المتبعه، السؤال الاول في وضعيه ادماجيه يعطيكم صوره تاع سلحفاه، صوره تاع سمكه، صوره تاع فيل، صوره لا يهم، انتم خدموا بالوثائق، الوثائق حللوها تحليلا، معناتها اي معلومه تقدر تخرجوها حتفيدكم في الاجابه. ربما السؤال الاول يطلبوا منكم اذا كان هذا الدرس يدخل على شكل يجيكم على شكل وضعيه ادماجيه، السؤال الاول راح يكون ما هي الاستراتيجيه هذه، بين بلي حيطلبوكم الاستراتيجيه لانه درس كومبلي عليها، اذا حيطلبوكم الاستراتيجيه، وتقولوا اعتمادا على السياق والسند رقم كذا والوثيقه رقم كذا ولا ومكتسباتي القبليه، فان الاستراتيجيه هي كذا وكذا. اذا راح يطلبكم الاستراتيجيه، هضرنا عليها قبل قليل. ومن بعد السؤال الثاني ممكن جدا يطرح لكم يقول لكم كيف حتى هذا الحيوان الذي كان يعيش في المنطقه الف، كيف حتى وجدناه في المنطقه باء، السلحفاه هذه كيفاش كانت مثلا تعيش في شمال كذا وكذا، ولقينا نفس النوع في جنوب كذا وكذا، كيف حتى تم غزو هذا الوسط الجديد، مفهوم؟ وكاين حاجه اخرى تنزل نقولها لكم قبل ما نخرجوا من التكاثر عند الحيوانات. اذا هنا سموها هذه اشكال غزو واحتلال الاوساط. جميل، شوفوا معايا هاوليك الوسط الف باش نفهموا مليح، هاوليك الوسط الف او الوسط ا كيف كيف. من بعد هنايا عندي الوسط ب، يقدر يكون قريب يقدر يكون بعيد، المهم هو وسط. في مثلا العام اللي فات كي حسبنا الانواع لقينا 2000 نوع هنايا، وهنايا لقينا مثلا تقريبا والو، ما عندناش هنايا صفر نوع مثلا، هذاك النوع ما لقيناش. من بعد هذا العام كي حسبنا لقينا هنا مثلا 3000 نوع ولا 4000 مثلا اقولها مثلا، وهنا لقينا مثلا 1500 مع انه العام اللي فات كان صفر. ممكن نعطوها لكم في وثيقه هذه، قانوا تقولوا كيف حتى كيف فسر، في بعض الاحيان تجيكم كلمه فسر معناتها تمدوا السبب ربط الاحداث، يقول لك فسر يعني سبب تكاثر وجود هذا النوع في الوسط با. هنا معناتها يقولوا لكم كيف حتى تم غزو واحتلال الاوساط الجديده، هذا واش معناتها؟ ماشي حتى يقولوا لكم بلي هذه حمراء باش تعرفوها حمراء، غير تشوفوها تعرفوها انها حمراء، يعني صح القول، يعني باش تفهموا انه في بعض الاحيان السؤال يكون مغاير على ما عاهدتموه من قبل السؤال، لكن لازم تعرفوا تستخرجوا المعطيات من الوثائق ديالكم، دائما علوم وثائق، علوم منحنيات، علوم يعني ظواهر على شكل وثائق منحنيات تجارب، خاصة العلوم تجارب، مفهوم؟ ملاحظة دقيقة، العلوم تبدأ بالملاحظة، نعرف نلاحظ، نعرف نستخرج المعلومة ديالي، نعرف نوظفها، مفهوم؟ الملاحظة هي أول مرحلة في العلوم، كي نلاحظ ومن بعد رايحة أنا نفسر هذيك الملاحظة، وكي نفسر هذيك الملاحظة حنخرج باستنتاج اللي هو تم غزو هذا الوسط عن طريق، شوفوا معايا، الآن قولوا عندي سمكة ذكر، خليها هي على هاد ال، عندي سمكة ذكر، وعندي سمكة أنثى، سمكة أنثى، السمكة الأنثى حطت البيوض ديالها،
الملايين من البيوض. جاء الذكر حط النطاف ديالو وسط مائي، بما أنها سمكة وسط مائي. إذا هذا البيوض ممكن الماء جرفها، لحقت هذه البيضة الملقحة إلى هذا الوسط، تطورت وعطتني سمكة جديدة. إذا الشكل الأول ما هو؟ البيوض. مفهوم هذا لحد الآن؟ يلا اكتبوا لي في الشات باش أكمل، لأنه دخلت في عنصر جديد. رحمة دمت لك الكلمة بنيتي، نكمل نشرح ومن بعد نعطي لكم الكلمة، لكن السؤال اللي يطرح مرة لا يطرح مرة أخرى. أنيا قالت لي ما فهمتش. شوفي معايا، هي بويضة خفيفة، بويضة هذه لا تزن الأطنان، يعني ربما وزن تاعها بزاف خفيف، والماء كيشد كيفاش الأمواج داخل البحر كيفاش تدي وتجيب. إذا عندما وضعت هذه الأنثى البيوض ديالها وحط الذكر، جا الذكر حط النطاف ولقحها، البيضة الملقحة ربما جات موجة ولا تيار مائي جرفها داها إلى مكان با، فقط هذا مكان. نعم هي خفيفة بزاف نادا. إذا أول حاجة لي يمكن أننا أنها تغزو وسط جديد هي البيضة الملقحة. إذا نقول أولا البيضة، جميل. الآن ما عنديش بيضة، البيضة هذه بقات في مكانها، لم يجرفها الماء، خرجت من البيضة، خرجت هذيك فاش يقولوا لها اليرقة ولا شرغوف صغير عند الحيوانات، عند البرمائيات، عند الضفدع ولا إذا قلنا أنه الآن ما عنديش الآن البيضة ديالي، سامحوني دقيقة كي ندير هكذا. الآن هذيك البيضة بقات في مكانها، لم يجرفها الماء، والبيضة هذه تكون خارجي وخرج الفرد الجديد، أو خرج لي الفرد الجديد اللي اسمك سمك نقول عليها مثلا اليرقة أو الشرغف ولا هذه اليرقات هذه. وحتى عند الحشرات، يعني ماشي شرط عند الأسماك، حتى عند الحشرات مثلا، هذه الحشرة الصغيرة اللي هذاك وين خرجت من البيضة ديالها ممكن أنه يديها الريح مثلا. مثلا لو كان جاء الوسط تاعي بري، وسط بري، يديها ريحية صغيرة، جاء الريح داها إلى الوسط بي، وكي لحقت الماك كبرت وولت لحشرة جديدة وغازت ذلك الوسط. إذا من البيوض واش عندنا بعد منها؟ عندنا اليرقات. اليرقات عندنا اليرقات هنا. ثانيا من بعد عندنا الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أنه هذه اليرقة يعني سلكت، كي كانت بيضة ما داهاش الماء، سلكت كي ولات يرقة ما داها لا الهواء ولا الماء لا والو، بقات وهي صغيرة بقات في الوسط أ، وبعد كبرت ولات سمكة كبيرة، فرد كبير كبرت. هاد السمكة هذه صرا اكتضاض. كي صار الاكتضاض في الوسط أ معناتها أنه الغذاء حيولي قليل، واش دير؟ تروح تبحث عن الغذاء في جهة أخرى، انتقلت إلى الوسط ب وهي كبيرة. وهي كبيرة معناها واش نقولوا لهنا في هذه الحالة؟ نقول كائن بالغ. كائن بالغ، مفهوم؟ إذا عندنا من حيث الحيوان بحد ذاته، إما يتم احتلال هذا الوسط كيكون على شكل بيضة، أو كيخرج يولي يرقة، أو كيولي كائن بالغ. وكذلك عندنا نديرها لكم بالأحمر، وكذلك عندنا تدخل الإنسان. تدخل الإنسان كائن بالغ. أيضا قد نعطيكم مثال آخر، الهجرة تاع طائر السنونو ولا طائر اللقلق، مفهوم؟ عندنا أيضا الهجرة، يهاجر يروح إلى مكان آخر ويحتل ذلك الوسط. إذا عندنا أربع أشكال لغزو الأوساط واحتلالها من طرف الحيوانات. عندنا البيوض، اليرقات، كائن بالغ، تدخل الإنسان، مفهوم؟ ممكن يطيح لكم في الوضعية الإدماجية، يعطوكم مثلا يعطوا لكم وثيقة يقول لكم بلي هذاك الحيوان هاجر
هاجر إلى إلى بي، وكان يعيش في آ، هذاك الطائر كان يعيش في آ وهاجر إلى بي. وماذا كيجيكم السؤال يقول لكم ما هو شكل غزو الوسط من طرف هذا الحيوان؟ قولوه كائن بالغ. يقول لكم ما هي الأشكال الأخرى؟ الأشكال الأخرى تذكر البيوض، اليرقات، تدخل الإنسان. كيف يكون تدخل الإنسان يا أستاذة؟ تدخل الإنسان هو أنه يجيب نوع من بلاد ما ويحطه في هذا الوسط، يوفر له خاش حنا قرينا البيئة، يوفر له البيئة الملائمة له، يوفر له سامحوني، يوفر له البيئة الملائمة له، ويتكاثر هذاك الحيوان ويغزو هذاك الوسط الجديد. مفهوم؟ كنت حابة نقول حاجة قبل ما قلت لكم، فكروني نقول حاجة قبل ما نغلقوا هذا الشابيتر اللي هو ماذا؟ راني نشوف الملفات تاعي. نعاود نشوف العناصر. إذا قرينا استراتيجية التكاثر، قلنا إنتاج عدد كبير من الأنسان، خلاص، وقلنا إنتاج عدد قليل من الأنسان، معناتها النوع. وش تاني قرينا؟ قرينا استراتيجية التكاثر عند الحيوانات. عندنا نمط، نعم، عندنا الإلقاح. تعريف الإلقاح لازم تحفظوه، هو اتحاد خلية تناسلية ذكرية نطفة مع خلية تناسلية أنثوية بويضة لتشكل بويضة ملقحة تتطور إلى جنين، تعطيني فرد جديد. خصائص كل نمط من الإلقاح: إلقاح داخلي وإلقاح خارجي، مفهوم؟ وثم وش عندكم بعد من هذا؟ عندكم أشكال غزو الحيوانات، أنا قريناها الآن، اللي هي إما يكون بويضة، هذا واش كاين، بويضة، ولا يكون يرقة، مفهوم؟ اليرقات كائنات بالغة وتدخل الإنسان. هذا ما كان، هذا واش عندنا في التكاثر عند الحيوانات. يلا قولوا لي، كاين سؤال؟ نعاود نشرح لكم التكاثر عند النباتات وربما تنتهي الحصة. سلوك الإنسان تحفظوه بلا ما نديروه لهنا، عندنا سلوكات سلبية وسلوكات إيجابية، راهي موجودة في الكتاب المدرسي تاعكم من فضلكم، بلا ما ندخلوا إلى سلوكات الإنسان. السؤال هو سلوك الإنسان، تحدد السلوك الجيد، راهو باين، غير نشوف سلوك نعرفه إلى جيد ولا ماهوش جيد، ونعرف السلوك المضاد له، معناتها السلوك الإيجابي. إذا كان قطع الأشجار نقول غرس الأشجار، إذا كان الصيد المفرط نقول يعني سن قوانين إلى غير ذلك، إذا كان رعي جائر نقول تنظيم الرعي، معناتها باينة هذه سلوكات الإنسان سواء كان عند النباتات ولا عند الحيوانات، ما ندخلوش ليها من فضلكم لأنه هذه راهي حصة مراجعة. يلا اللي عنده سؤال قبل ما ننتقل إلى، يلا يا إسراء، دوك نجي لك يا رحمة. إسراء اديت لك الميكروفون، إسراء أو رحمة؟ يلا إسراء أولا، تفضلي إسراء، دوك نجي لك رحمة. إسراء أستاذة، السلام عليكم. السلام وعليكم عليكم السلام. أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة ما نعم عندي تفضلي. سؤال. تفضلي. ما عندي سؤال أستاذة. ما عندكش؟ نعم أستاذة. معلش، شكرا، بارك الله فيك. جميل، إذا ما عندك سؤال. لا بأس، لا بأس حبيبتي، لما عندك سؤال ما أنت فهمتي، جميل جدا. رحمة. السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا حبيبتي. أستاذة، على ما أظن في الجدول أستاذة نتاع أنماط الإلقاح وأنماط التكاثر، أستاذة عكستي بين، أستاذة كتبتي نمط الإلقاح ولود ونمط التكاثر داخلي. شوفي، نعم عكسهم. نعم نعم، بارك الله فيك، نعم صحيح، عكستهم لأنه كنت دايره هكذا، كنت دايره هكذايا، ما كنتش نشوف واش كان الفوق. صحيح، هنا نعم عندنا ولود، ولود، بارك الله فيكي. إذا هنا نقول إذا كان ولود نمط الإلقاح يكون داخلي، نعم داخلي،
نعم أستاذة، أيضا أريد أن أسألك، ما هو نمط الإلقاح عند الضفدع؟ نعم، هذا الضفدع وكان وري لكم الفيديو التشريح ديالو، ما عندوش كيفاش نقول لكم، حتى واحد ما يعرفش كيفاش يفسر الأمر، ما عندوش الأدوات التناسلية، ما عندوش مثل عند الذكور وعند الإناث، ما عندوش، عنده فتحة هكا صغيرة هكذا، يا الذكر أقصد، ما عندوش كيفاش كيف يمكن أنه يبعث النطاف داخل جسم الأنثى، ما عندوش، فهمتي؟ نعم حنا نعم أول، أنا شخصيا درت تشريح الضفدع، درت تشريح الدودة، أنا شخصيا بيدي هذوما درت تشريح الضفدع كي قريت لا بيولوجي، ودرنا تشريح الدودة، ودرنا تشريح الفأر، ودرنا الضفدع الذكر ما عندوش أدوات تسمح له أنه يدير داخلي، نعم ما عندوش، عنده واحد الفتحة تخرج منها النطاف. هما شوفوا دوك نوريكم الصورة، دقيقة، الصورة راهي معي الآن. بعض الأساتذة يخلطون الأمر، دقيقة، عندي الصورة هنايا، ها هي هنا، استناو، ها هي هنا، صورة كبيرة وجميلة، دوك نوريها لكم، ها هي لماذا بعض الأساتذة يخلطون بين، بارطاجي، هاي خرجت لكم، أستاذ، أنا ما خرجت ليش. دوك تخرج لكم لأنه برك الإنترنت ثقيلة بيني وبينكم. نعم يلا كي تخرج لكم برك قولوا لي. أستاذ، الآن خرجت. خرجت، لكن تشوفي الضفدع، نعم نعم الضفدع، شوفوا هي استراتيجية التكاثر عند الضفدع، واش يدير في وقت التزاوج، يجي هذا الذكر، لكم تشوفوا فيه الفوق، هذا الذكر، نعم نستعمل هذا، بدل اللون، هذا الذكر، وهذه الأنثى، نعم في وقت التكاثر يجي الذكر يحضن الأنثى، هذا لا يعني انه راح يضع النطاف تاعو داخلها، لا، هنا ايضا شوفوا معايا هنايا، يعني لازم نحي ايضا، شوفوا هنا جانبا، على بها بعض، قلت لكم الاساتذه ربما اختلط عليهم الامر والله اعلم، هنا مثلا عند الدجاجه الذكر ايضا يحتضن الانثى، شوفوا نعم نديروا المقارنه، هذا ذكر سردوك الديك، وهذه الانثى، وهذه الأنثى، الذكر أيضا يحتضن الأنثى ويضع نطافه، شوفي ويخرج منها، هادهما المناسل، هادو نعم المناسل، راهو يضع نطافه مباشرة داخل جسم الأنثى ويلقح البويضة اللي موجودة هنايا داخل جسم الأنثى، ها نعم هي البويضة، ها هي هنا، ها هي البويضة، والنطاف ها هي راهي تظهر أنها تدخل داخل المجاري التناسلي، يحتضن الأنثى ويضع نطافه مباشرة داخل الأنثى. الضفدع نعم شوفوا على جانب كذلك يحتضن الأنثى، نفس الإلقاح الداخلي، لكن الأنثى قبل تحط هذا البيوض ديالها، تحط البيوض تاعها، وفي نفس الوقت اللي هي راهي تحط البيوض، الذكر يحتضن الانثى وما يطلقهاش حتى يكملوا العمليه، في نعم نفس الوقت الذكر، شوفوا حتى انه راه مرفوض، ما كاش كيفاش يبعث النطاف تاعو داخل جسم الانثى، او يطلق هنايا في النطاف ديالو، بدل لا يطلق النطاف ديالو، وتجي هنا وتلقح لي البيوض، تلقح لي البيوض خارج جسم الانثى، نعم ربما كاين نوع اثنين ثلاثه مقارنة بالآلاف من الأنواع اللي عندها إلقاح خارجي، إلقاح الضفدع خارجي، بعض الأساتذة أيضا ربما كتبوا برمائيات، ما كتبوش ضفدع في البحث ديالهم، لا أدري كيفاش داروا البحث تاعهم، نقول لكم أنا كيفاش درت البحث تاعي، البحث تاعي شفت فيديوهات، شفت فيديوهات لعملية الإلقاح بالتفصيل في الفيديو، في اليوتيوب يكتبوا باللغة الفرنسية ما تكتبوش باللغة العربية، لأنه مكتبة المعلومات باللغة العربية فقيرة، أنا نكتب باللغة الفرنسية، نكتب لا ريبرودكسيون شي لا غرونوي، يخرج لكم نعم ثلاثة أربعة خمسة ستة فيديوهات، معمرة فيديوهات في اليوتيوب، ادخلوا وديروا لا ريبرودكسيون شي لا غرونوي، ما تكتبوش شي لي زونفيبيان، لي زونفيبيان معناتها البرمائيات عامة عموما، احنا قلنا الضفدع، مكتوب هنا الضفدع،
مفهوم؟ نعم وكما قلت لكم الشاذ لا يقاس عليه. لكن حبيبتي واش نقول لك، اذا كانت الاستاذه ديالك ولا الاستاذه تاعك قالت لك داخلي، اكتبي لها داخلي، ما الله المستعان. انا نعم شخصيا، انا شخصيا نحب نكتب المعلومه الصحيحه على الورقه، ولو ينقصوا عليها نصف النقطه، مادة ما جابت نصف نقطه، لكن نحب نكتب المعلومه الصحيحه. لكن ما نقدرش نقول لكم انتم اكتبوها عكس واش جاكم في الكراس، اكتبوها نعم كما في الكراس وخلاص. هذا هو نعم السؤال تاعك خلاص. نعم أستاذة، هذا هو سؤالي. نعم، شكرا حبيبتي، بارك الله فيك، العفو أستاذة، إلى اللقاء. مع السلامة حبيبتي. نروح إلى تلميذ آخر نشوف السؤال دياله. عادل، من فضلكم لا تكرروا الأسئلة، السؤال اللي طرحته رحمة ما يكررهوليش تلميذ آخر لأني لن أجيب. الآن أستاذة، نعم أسمعك الآن. أستاذة، عند تكاثر النباتات، أصلنا ما زال ما حلوش النباتات، دوك نحنديرو النباتات، دوك نكملو محور تاع الحيوانات، نديرو التكاثر عند النباتات. معليش نطرح لي السؤال تاعك بعد ما نشرح، ربما كي نشرح ربما لن تحتاج إلى طرح السؤال. نعم أستاذة. نعم بولي، شكرا. يلا اللي عنده سؤال حول التكاثر، مع السلامة بني، مع السلامة. من فضلكم التكاثر عند الحيوانات. أمين. أستاذة. نعم. السلام عليكم أستاذة، كيفك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، بخير والحمد لله، وأنت؟ مليح أستاذة والله، غير الحمد لله. يلا بني عندك سؤال؟ أستاذة بغيت نسقسيك على النحل، كيف التكاثر تاعهم؟ تكاثر إلقاح داخلي، الإلقاح داخلي، وعندنا فقط الملكة هي التي تلقح، مفهوم؟ عندنا فقط الملكة هي التي تلقح. العاملات ممكن، يعني ممكن أنه يحطوا بيوض، لاش يعطوكم حاجات، كيفاش يقولوا، حالات خاصة. العاملة تقدر تمد لي ذكور، تقدر تمد لي ذكور، لكن إلقاح غير جنسي، الإلقاح تاعها غير جنسي، معناتها خلية تمد منها، تقدر ما باليش تمد ذكور، راك فاهمني، ما تقدرش تمد عاملات العاملة. أما بالنسبة للملكة، ونركزوا على الملكة لأنه هي اللي عندها إلقاح، الآخرين ما يتلقحوش. الملكة الإلقاح تاعها داخلي، غير تولي ملكة تخرج ودير هذاك يقولوا طيران تاع التزاوج، تخرج هي، يخرجوا الذكور يلقحوها، لقاح داخلي. أما تطور الجنين يكون خارجي، يا أخي تجي هذيك الملكة تضع هذيك البيوض في هذوك الخلايا تاعها هذوك، والعاملات تهتم ماشي الملكة التي ستهتم بالبيوض، لكن الملكة تهتم بكل الخلية. نعم. إذن هي نمط الإلقاح داخلي، تطور الجنين خارجي. أستاذ استراتيجية شيء. يلا شكون تاني؟ نور. السلام عليكم أستاذة. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذة الحوس على الجدول تاع الحيوانات، على نمط الإلقاح والاستراتيجية. سؤال الثعبان، الثعبان والسلحفات والجرادة. الثعبان والسلحفات والجرادة. الثعبان كنا هضرنا عليه قبل قليل. الثعبان شوفي انتيا واش قالت لكم الأستاذة ديالكم، كاين نمط الإلقاح قريناهش، ما استني انتي واش تحكي عليه، استراتيجية ولا نمط الإلقاح ولا كل شيء؟ كل شيء سر. إذا هنايا قلنا، شوفي معايا نروحوا وحدة بوحدة، انتظري نبدل فقط الصورة باش تخرج لك. جاتك الصورة؟ سلام. جميل، نسبقوا في الثعبان لأنه هو اللي فيه شوية مشاكل. الثعبان، هاوليك الثعبان، استراتيجية تاعو هي ثعبان، استراتيجية تاعو هي النوع. التكاثر تاعو عندنا بعض الثعابين، انا قلتها لكم بيوضة،
يقدر يكون بيوض حسب النوع تاع الثعبان ديالكم. الثعبان هكا يكتبوا ثعبان أستاذة. إذا نكتبوا الثعبان هو استراتيجية النوع، يقدر يكون بيوض، يقدر يكون ولود، يقدر يكون بيوض ولود. بيوض ولود. أنا لو كان جيت في مكانكم وما قريتوش في القسم واش ندير؟ أنا لو كان جيت تلميذة وطح لي الثعبان هذا اللي صرا فيه عدة مشاكل، أنا اللي أتفادى نقول بعض الأنواع بيوضة، بعض الأنواع ولودة، بعض الأنواع بيوضة ولودة، نذكرها كامل. ومن بعد إذا الأستاذ أنا حاط لي 0.25 الأساتذة راهم واش نقول لكم؟ أنا نقول يا أستاذ لو كان حطيتها لي في الدرس نعرف واش نجاوب، أنا نجاوبتك على حسب الكتاب المدرسي. روحي للكتاب المدرسي حبيبتي في الدرس تاع التكاثر حتلقاي انه ذكر انه الثعبان ممكن ان يكون ولود بيوض. فهمتي؟ نقدر نقنع الاستاذ تاعي من هذا انه نقول يا استاذ لو كان درتها لي في الدرس نقدر نعرف. انا بحثت ولقيت انه بعض الثعابين بيوضه، بعض الثعابين ولوده، وبعض الثعابين بيوضه ولوده. نمط الالقاح داخلي، داخلي مكان تطور الجنين عند الحيوانات البيوضة خارجي، هذه وين كان بيوضة خارجي تكون الجنين، لكن الولودة بيوضة والولودة يكون داخلي. أنا هذا الحل الوحيد مع الثعبان هو هذا، نحط كم الإمكانيات. إذا كان الثعبان من نوع البيوض معناتها داخلي خارجي نمط الإلقاح ومكان تطور الجنين. إذا كان الثعبان تاعي ولود أو ولود بيوض نمط الإلقاح داخلي ومكان تطور الجنين داخلي. فهمتوني؟ فهمتني نور؟ راح لك الميكروفون نور. فهمتني وش نقصد؟ بما انه ما قريتيش انت الثعبان، بما انه ما قالكمش عليه الاستاذ ولا شيء، اما مش حيطيح لك الثعبان، واذا طاح لك الثعبان واش تقولي؟ تقولي كما قلت انا الان، ما عندكش حل اخر. واذا كي تشوفي الورقه تاعك الا بحسبها لك قولوا لي، قولي له يا استاذ ولا يا استاذه الثعبان احنا ما درسناهش في القسم، ما قلتنا عليه ولا شيء، وبحث ديالي من الكتاب المدرسي، اذكري الكتاب المدرسي كمرجع، قولوا انا البحث تاعي من الكتاب المدرسي وبعض الكتب العلمية أنه بعض الثعابين بيوضة، البعض الآخر ولودة، والبعض الآخر بيوضة ولودة، حطيت لك على حسب واش كاين في المراجع اللي درستها. مفهوم؟ لأنه واش تكتبي تخافي ما يحسبالكش الأستاذ، ربما تكتبي بيوض ما يحسبالكش، بيوض ولود ما يحسبالكش، أنت تذكري كامل واش كاين في الكتاب المدرسي. زيدي الثعبان واش تاني؟ أستاذ سؤال. نعم تفضلي. أستاذ النحل استراتيجية كم مع الحفاظ عليه؟ أستاذ لأن في الاستراتيجية ركزوا على العدد. شوفي النحل لو كان ندرسوا الآن النحل يعني اعتمادا على المكتسبات تاعنا القبلية راح يكون النحل. علاش قلت له التلميذ اللي كان قبل منك أمين أعتقد خليني نقول أنا كنت هو ماهوش استراتيجية النوع. لماذا؟ لانه تشبه الاستراتيجيه الارنب النحل، لانه النحله الملكه تضع البيوض على دفعات وتحط كميات كبيره وصحيح انه كاين رعايه، لكن الرعايه هذه راهي محدوده لانه ماشي الملكه التي ترعى، ليس الملكه التي تقوم برعايه الصغار، ليس الام وانما هي العاملات وتقوم برعايتها من حيث مهام، هو عبارة عن مهام ترعاها لأنه هذاك هو المهام ديالها. مفهوم؟ وعند النحل حنا عندنا زوج، لهذا يعني نقول أنه استراتيجية التكاثر عند النحل هي الكم وليس النوع، لكن نزيد نبحث عنها عليها. يعني قلت لكم الحين نزيد نبحث، لأنه قلت لكم كي نعتمد على مكتسباتي القبلية نعرف أنه النحل يقوم بوضع، تقوم الملكة بوضع البيض على دفعات، هي تلقح مرة واحدة في عمرها باش نتفهموا. هي الملكة لا تلقح في كل عام، كل مرة تدير تزاوج، تدير تزاوج مرة واحدة وكيفاش يقولوا تخبيهم هذوك النطاف داخل الجسم تاعها،
وفي كل مرة تضع البيوض تلقحها وتضع البيوض الملقحة، فهمتوني؟ هذه هي الاستراتيجية. هكذا دير الملكة، الملكة كي تخرج من البيضة تاعها وتولي ملكة، ومن بعد تخرج في رقصة التزاوج يسموها، تخرج هذيك الملكة، يجوا الذكور، وهذوك الذكور ممكن تاع الخلية تاعها، ممكن تاع الخليات الأخرى، ما يهمش منين جاو هذوك الذكور، يلقحوها كلها. هذوك الذكور كي يلقحوها يحطوا النطاف داخل جسم الملكة وتحتفظ بها، ماشي معناتها الآن رايحة دير البيوض الملقحة، شغل طمهم يعني، يعني تخبيهم، تخبيهم إلى وقت وضع البيض، ثم تبدأ تضع البيض على دفعات، الدفعة الأولى الدفعة الثانية، باش تجدد الخلية، لأنه النحل عنده أعداء ديالو كيما الدبور، كيما عندهم أعداء كذلك، يقدروا يخرجوا يقدروا يموتوا، معناتها باش تقعد دائما أن الخلية تجدد لتعوض الخسائر، معناتها استراتيجية الكم. هنا راهي استراتيجية الكم، هنا باعتماد على معلوماتي، الموجودة ليست الملكة التي تقوم برعايتها، وإنما الأنثى اللي هي العاملة، ما نقولوش الأنثى عشان نهضر، اللي هي العاملة، نعم الرعاية تكون من طرف الأنثى، من طرف العاملة، وتقوم العاملة. بهذه، نعم، وتقوم بهذه الرعاية على شكل مهام، ليس على شكل معناتها صغارها ولا. وكاين تكاثر آخر عند النحلة اللي هي العاملة، ممكن أن تضع البيوض، انتبهوا، لكن بيوض غير ملقحة، تعطيني فقط ذكور، بكون لا عقيم، جنسي. لا جنس، نعم، تكاثر لا جنسي، ليست عقيمة، لكن هذوك الذكور ممكن أنها تلقح الملكة، ماشي ذكور عقيمة، الملكة صحيح، العاملات صحيح أنها عقيمة، لكن ممكن أن تتكاثر تكاثر لا جنسي بوضع بيوض، هذيك البيوض تعطيني ذكور فقط، مفهوم؟ هذه فيها تفاصيل أخرى في التكاثر، لكن باش تفهموا فقط اكتفوا بهذا القدر، مفهوم؟ وقلت لكم نزيد نبحث استاذة أنا، نجار، هذا هو، هذه هي استراتيجية التكاثر بالنسبة لي أنا، هذه هي استراتيجية التكاثر، هذه هي. استاذة الجرادة والسلحفاة مع الثعبان الجرادة في تكاثر الجدول. تاعها الكم، استراتيجية الكم، السلحفاة استراتيجية الكم، النوع ولا الكم؟ الكم كي السلحفاة كي الجرادة، الكم لا، نعم. هي لا تقوم برعاية صغارها، تضع البق وتخليها، زيدي فقط سيدي نمط الإلقاح نمط كيف؟ الإلقاح عند من؟ جرادة وسلحفاة. في زوج، الجرادة داخلي، السلحفاة الجرادة داخلي لأنها حشرة، الحشرة التكاثر تاعها نمط الإلقاح تاعها داخلي، نعم داخلي داخلي. لو تطور قلت الجنين لكم عندهم فهمتوا حاجة، في انتظر الجراد دقيقة على السلحفاة. قبل ما هنا نمط داخلي، في زوج داخلي، هنا شوفي السلحفاة كي تروح تضع بيوضها تجي إلى الشواطئ تحفر حفرة هكذا وتضع البيوض، تضع البيوض كده حتكون ملقحة إذا حطتها داخل الحفرة، وتغطيها في الرمال، تغطيها وتروح السلحفات، تذهب تعود تولي إلى البحر، حتى السلحفات البرية تحطها هكذا داخل الحفرة. وجنس جنس الفرد الجديد راح يكون على حسب درجة الحرارة، كاين اللي يتلقى درجة حرارة كبيرة وكاين اللي يتلقى درجة حرارة صغيرة، هذا كاين اللي يخرج ذكر وكاين اللي يخرج أنثى، من الشائع أن نعم هذه هي، مفهوم؟ إذا نمط الإلقاح يكون داخلي عند الجرادة وداخلي عند السلحفاة، زيدي سيدي تطور الجنين عند السلحفاة سيدي خارجي داخل البيضة. شوفي كي تقولي انه بيضه معناتها خارجي، اذا عندك بيضه معناتها خارجي، حطته هي داخل حفره سيدي وراوي والجرادة. كيف كيف خارجي، خارجي نعم تطور شكرا الجنين خارجي. شوفي شكرا البيض، أستاذ. الحيوانات البيضاء، لا حبيبتي، الحيوانات البيضاء كامل تطور خارجي، فهمتي؟ اذا قلتي انه انها بيوضه قولي تطور الجنين خارجي. شكرا نزيدو أستاذ. نروحو،
العفو حبيبتي، خلاص الأسئلة، ندخل إلى التكاثر عند النباتات.